السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي The Bite of Delight او اطمد السعادة. انا صبا وجاية لكم بقى بوصفة تحفة تحفة تحفة، وصفة كوكيز بالشوكولاتة رهيبة. بليز لو انتم لسه اول مرة تشوفوني وتشوفوا قناتي اعملوا بوز دلوقتي حالا واشتركوا في القناة واضغطوا على سبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان ما يفوتكمش اي فيديو جديد بنزله. وكمان بليز ابدوا الاعجاب بالفيديو ودوسوا لايك لان ده بيدعمني وبيخلي الناس تشوف الفيديو اكتر. وما تنسوش تبصوا اسفل الفيديو في صندوق الوصف، هتلاقوا الوصفة المكتوبة لو انتم بتشوفوني على يوتيوب. اول حاجة هجيب نص كوباية من الكاكاو الخام خالي من السكر، وهضيف لهم 5 معالق كبيرة معيارية من المية المغلية، وهقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما يكونوا كتلة طرية كده اكنها حتة شوكولاتة. الخطوة دي بقى بتخلي طعم الشوكولاتة باين قوي في الكوكيز وقوي وجميل وغني، ولون الكوكيز بيبقى لون شوكولات حلو مش فاتح كده وباهت وملوش معالم. هسيبها تبرد شوية لحد ما اخفق بقية المكونات. انا هنا هستخدم الستاند ميكسر عشان انجز، بس تقدروا تعملوا نفس الوصفة بمضرب كهربائي عادي او مضرب سلكي يدوي برضو. دلوقتي هضرب كوباية زبدة في درجة حرارة الغرفة مع ربع معلقة صغيرة من الملح لحد ما تبقى كريمي، وهضيف كوباية سكر بني ونص كوباية من السكر الابيض، ونخفق كويس قوي كله مع بعضه لحد ما الخليط يبقى فلافي وهش وكريمي ويفتح في اللون. وبعد كده هضيف لهم بيضتين في درجة حرارة الغرفة مع الخفق بعد كل اضافة بيض، وهضيف معلقة صغيرة من الفانيليا، ونخفق بقى كويس لحد ما البيض يختفي تماما. وبعدين هضيف خليط الكاكاو اللي حضرناه اللي دلوقتي خلاص برد، ونخفقهم كويس قوي مع بعض. وعلى جنب عندي هنا 2 كوباية و3/4 من الدقيق المنخول، هضيف لهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونخلطهم كويس مع بعض، وبعدين هضيفهم بالتدريج لخليط الكوكيز. ونخلط على أقل سرعة، وبعدين هضيف 2 كوباية من المكسرات المتقطعة صغير، أنا هنا مستخدمة الكاشيو نوت، وهضيف 2.5 كوباية من رقائق الشوكولاتة البيضة أو الوايت شوكليت شيبس، ونخلطهم كويس مع بعض. وكده خلاص عجينة الكوكيز جهزت. عندكم دلوقتي اوبشن من 2، لو الجو بارد والعجينة متماسكة نبدأ نشكل ونخبز الكوكيز على طول، اما لو الجو حر والعجينة شوية محتاجة تسقيع نسقعها متغلفة في التلاجة لمدة 30 دقيقة وبعدين نبدأ نشكل. انا هنا عندي معلقة معيارية حط عليها بلاستيك راب ودهنتها بالزيت، هحط شوية من الخليط بتاع عجينة الكوكيز فيها. والخطوة دي انا بعملها علشان كل واحدة كوكي تبقى قد التانية تقريبا، وبعدين هحطهم على صينية خبز متبطنة بورق الخبز، وبين كل قطعة والتانية مسافة كويسة زي 2 سنتيمتر تقريبا عشان الكوكيز بتفرش بعد الخبز، مش بتفرش جامد قوي في الوصفة دي بس بتفرش شوي. وهزين كل قطعة بالوايت شوكليت شيبس والكاشيو علشان يبقى شكلها حلو وبيبان الكوكيز دي عبارة عن ايه ومحتواها ايه، وبعدين هدخلها تتخبز في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة من 6 ل15 دقيقة تقريبا حسب انتم بتحبوها طرية ولا مقرمشة او كريسبي. انا وعيلتي بنفضلها طرية، فهسيبها في الفرن من 8 ل9 دقايق بس، وطبعا نراعي ان كل فرن مختلف عن التاني. وده شكل الكوكيز بعد ما تخبزوا، طعمهم غير عادي. وعلى فكرة ملحوظة بس، الكوكيز اي عجينة كوكيز بتطلع من الفرن بتبقى طرية جدا وما ينفعش خالص نتعامل معها او نمسكها الا بعد تقريبا 10 دقايق لما تبرد شوية، لانها بتبقى مش متماسكة كويس ولسه طرية، خصوصا لو بتحبوها طرية وفيها مضغة كده وحلوة. تمام، الوصفة دي غير عادية من الجمال، خصوصا لو نوع الكاكاو الخام بتاعكم حلو كمان، وصفة بجد فظيعة وتحفة تحفة رهيبة. لو تشجعتم وقررتم تجربوا الوصفة دي ما تنسوش تصوروها وتبعتولي صور تطبيقكم ليها على اي من حساباتي على السوشيال ميديا زي فيسبوك انستغرام او سناب شات. وبليز بليز ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعرفوا الناس على قناتي The Bite of Delight. شكرا جدا ليكم على حسن المتابعة.